بهيدي الاجواء بارتفاع درجات الحراره اللي عم نشهدها بهيدي الفتره، وخصوصا الرطوبه اللي عم تكون بمحافظه اللاذقية، دائما ملاذنا هي الطبيعه، والطبيعه كان دائما وابدا هي عامل جذب والهام للكثير من الادباء والشعراء والروائيين وحتى الفلاسفه والعلماء. رح نشوف انه الى اي درجه الطبيعه كانت ملهمه للشعراء والادباء، وبصرنا يكون بهيدا المحور الكاتب والاديب عادل الشريفي. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور. مثل ما حكيت ريم، دائما الطبيعة لها هذا الأثر الخاص، يعني نحن كأشخاص عاديين دائما نتأثر بالطبيعة، فكيف كان إذا نحن بمحافظة جميلة مثل محافظة اللاذقية هي كتير غنية بالمعالم الطبيعية الساحرة، قد أثرت فعلا هذه الطبيعة عليك كأديب وكاتب؟ لا، الطبيعة بالتأكيد هي أهم أدوات الكاتب، يعني منا بيستلهم كتير من الصور البلاغية اللي بيستعملها في وصفه للأمور، إضافة إلى يعني الجو العام اللي بتضفيه الطبيعة الحلوة، سكينة، الراحة النفسية، هذا كله يعني بيخلي الإلهام أقرب وبيخليه يجود. صحيح. مثل ما بيقولوا يعني بالدارج يجود ويخرج يعني أجمل ما عنده من كلمات طبعاً بليغة. لأنه الأدب هو عبارة عن تصوير، يعني هي كاميرا لكن بالكلمات، فبقدر ما بتكون الصورة أحلى بقدر ما بيكون الأدب أجود وبيكون في تأثير على المتلقي لحتى يحلم أو يتخيل الصورة اللي عم يوصفها الكاتب. فطبعا كل ما كانت الطبيعة أجمل حتشوفي هذا الشيء ملموس بكتابات الكتاب أكيد. يعني أستاذ عادل، كمان يعني عندنا مناظر حلوة وطبيعة حلوة مثل ما تفضلت وقلت حضرتك، يعني عم تعمل حالة عند الشاعر وعند الكاتب وعند الأديب، وعم ناخدها كملتقيات. نعم. وشهدنا يعني من فترة مهرجان الشوح والأرز واللي كان بمنطقة السلم في هذه المنطقة. نعم. السياحية اللي عم بتكون عامل جذب للكثير من المصطافين. بنحكي عن طبيعة، عن هيدي الطبيعة وعن أثرها بحياة الشعراء والأدباء. على فكرة أنا كنت مشارك بمنتدى. صحيح. ملتقى الأرز والشوح. هلأ بجوز يستغرب اللي عم يسمعنا في سوريا أنه نحن عنا أرز. عنا أرز، عنا محميات أرز. صحيح. مثل لبنان، ويجوز كمساحة عنا أكبر، لكن ما عم نعرف أنه موجود. يعني هلأ أولاد المنطقة اللي عم بيزوروا مثلا صلنفي والمناطق المحيطة فيها بيعرفوا. يعني مثلا عنا جبل كامل من الشوح والأرز. جبل كامل، يعني بتفوتي عليه شيء، وهذا عمر شجر الأرز يفوق 400-500 سنة، يعني الشجرة عمرها. فلذلك عندنا طبيعة بتجنن، بالإضافة للتنوع البيئي الموجود فيها، موجود بهذه يعني المنطقة. السناجب، الثعالب، الطيور الجارحة، يعني بجوز نحن ما بنعرف أنه فيه هيك. لا، حقيقة في شيء جميل جدا جدا، وهذه الملتقيات بتضوي على هذه المناطق. يعني كان الحضور كبير الحمد لله، وكان في سوية عالية من المشاركين، وكان هذا أول مرة، يعني بمناسبة يمكن مرور 100 سنة على افتتاح مصيف سلنفي. صحيح. فبتمنى أنه يلقى اهتمام أكبر، لأنه الطبيعة دائما لازم تترافق مع فكر عالي، مع فن، مع إبداع. وإلا بيكون في شيء يعني ناقص. الحمد لله عنا الموئل موجود، فيجب أنه يكون في إضاءة على هيك شغلات لحتى الناس تحضر وتجي، والحمد لله كان في حضور كتير كبير، يعني خصوصا اللي عم بيساعدنا بهيدي الفترة كونه بفترة صيف وموسم سياحي. صحيح. صحيح صحيح، يعني كان كتير كتير الملتقى ناجح وجميل جدا، والله يعطيهم العافية اللي فكروا وطلعوا بهذه الفكرة لأول مرة. هون يعني بيجي دور القائمين على اعداد وتحضير هيدي المهرجانات اللي بيختاروا مناطق فعلا هي معالم كتير جميله طبيعيه ضمن المحافظه، هي نقطه جذب كتير مهمه للسياح اليوم بوجود ادباء وشعراء عم بيصوروا هيدا الجمال. صحيح. بلغتهم الخاصه اليوم، هيدي مهمه كتير كبيره لحتى نحن نعرف العالم كله على جمال الطبيعه اللي موجود عنا. قد ايه فعلا دور الكاتب والاديب والشاعر حتى بيعطي
إحساس للمنطقة، بيعطي إحساس للكلمات، بيقدر فعلا هو يوصل ويوصف كل شيء هو عم بيشوفه بصيغة كتير جميلة للمتلقي. هلأ إذا ما كان في مين عم يحكي عن هذه المناطق ما رح نعرفها، ما حنعرفها. يعني مثلا وقت بنذكر الكاتب الكبير الله يرحمه الأستاذ حنا مينا، فورا القارئ العربي بتذكر البحر، بتذكر ميناء اللاذقية، بتذكر الصيادين، بتذكر هيدا شو، لأنه هو وثق هذا الشيء بكتاباته، سواء كانت الياطر أو البحار. فمثلا كتابات المرحوم زهير جبور بيضاء بيضاء، وكان عنده رواية توفى قبل ما تنتشر الله يرحمه بتجنن، اسمها عاد وأبحرت، تحكي عن عملية الهجرة أو النزوح للأشخاص المميزين في هذا البلد بسبب الظروف مثل ما بتعرفي. رواية جدا رائعة وبتحكي عن تفاصيل الحياة بمدينة اللاذقية تحديدا. فأكيد كل ما حكينا عن جغرافيا معينة بتوصل أكثر والناس بتابعوا أكثر. أنا عندي رواية اسمها ثم شهقت الثالثة، قصتها طريفة طبعا، تعتمد بشكل أساسي على طبيعة اللاذقية تحديدا. يعني مثلا أعجب بطل الرواية بسيدة ما بتنتمي لهذه البيئة، يعني مترباية برا وكذا، فإجت قالت له أنا ما ممكن حبك إذا ما خلتني أشهق، يعني اشهق من الاستغراب، اشهق من التعجب. قال له بس هيك انا راح خليك تشهقي ثلاث مرات مش مره واحده. فاول مره بياخذها على منطقه سياحيه وطبعا كلها موصوفه بطريقه شهقت اول مره، ثاني مره بياخذها على البحر بفرجيها الكرسي الاوغاريتي المنحوت بالصخر محل ما كانوا يقعدوا ويسبحوا ويستجموا، شهقت مره ثانيه، مع الاسف الشهقه الثالثه كانت باستشهاده. هي شوي فيها إضاءة على الأحداث اللي بتصير يعني، ولكن استلهمت من الطبيعة ومن جمال أكيد الطبيعة يعني اللي هي وصف للطبيعة بتسبب السحر لأي غريب. صح جاي هي صح، حتى اللي عم يقرأ بيشهق يعني. يعني من فحوى كلامك وحديثك أستاذ عادل، يعني فينا نقول أنه في اختلاف من طبيعة لطبيعة، ويعني كل طبيعة ممكن تكون مؤثرة إلى حد ما بشاعر ما أو بأديب ما. أكيد في اختلاف، في فرق أكيد. هلأ بتشوفي مثلا الشعر الجاهلي فيه حدودية، فيه أحيانا نبرة قاسية. ليش؟ لأنه الصحراء تعطي هذا الانطباع وبتخلي الشاعر يكون هيك. أما مثلا المناطق اللي فيها خضرة ومي وينابيع بتلاقي دائما التعابير سلسة تدخل للقلب مباشرة، بتأثر بشكل يعني أنعم بكثير. من نحكي عن بعد هيدا، يعني شفنا مثلا أدباء وشعراء الصحراء اللي يعني التجأوا على العديد من المصطلحات اللي تنتمي إلى البيئة الصحراوية. إذا بنحكي عن بعض المصطلحات اللي تناولها بعض الأدباء والشعراء ببيئتنا الساحلية، هلأ بتشوفي مثلا عنا بهذه المنطقة الجبال، الشجر، أنواع معينة من الزهر، أنواع معينة من النباتات، البحر كتير كتير له تأثير على أولاد هذه المنطقة. يعني مثلا الشاعر هون بدل ما يقول لوحدة عيونك زرق حلوين، دغري بيقول لها عيونك بحر، خليني أغرق فيهم. يعني خلص وصلت يعني فورا بتحس إنه فإجباري. هذا الموضوع بيطغى دائما على مفردات أي حدا عم يستعمل اللغة. قد ايه بتأثر هيدا على الكاتب؟ يعني نحن اليوم الكاتب لما بياخد هيدي المفردات بجمال الطبيعة وبيحولها لكلمات اليوم، خاصة إذا كان شيء له علاقة بالطفولة. يعني نحن دائما بنعرف أنه مثلا الطفولة بيكون لها أثر عند الكاتب والأديب، بيحمل معه ذكريات معينة بيجسدها بكتاباته، بتكون هي ذكريات راحت ولكن اليوم لسه موجودة. قد ايه ممكن يقدر هو فعلا يوصفها بطريقة حلوة؟ هذا يعني حتما بيقودنا لشيء اسمه الأصالة. أنا وقت اللي بكون منتمي لمجموعة معينة وبنطق بلسانة بطريقتي فأنا بكون أصيل، يعني أنا بكون منتمي لهذه المجموعة. صح. أما في ناس بتقلد، في ناس بتحاول تكون دخيلة على ثقافة مش ثقافتها، فبتطلع الأمور فجة مش طبيعية. يعني بقدر ما بتكون أنت أصيل حقيقة بتحقق نجاحك ضمن بيئتك وضمن
المألوف الثقافي اللي عم تشتغل فيه. مثل ما بنعرف استاذ عادل انت كاتب وروائي، واكيد تناولت الطبيعه والبيئه بكتاباتك، في شيء هيك محضر لنا؟ هلا فيني نحكي هذه القصيده نلقيها كمان عن البحر والعيون الزرق. تفضل. امام عينيك ابحر في زرقه بلا افق، الاحق في خديك حمرة الشفق، أجوب محيطات الخيال بشراع على يراع وسفين من الورق، بلا مرساة بلا أضواء ميناء وأمل من منارات، وعينيك تدعوني إلى الغرق. أمام عينيك أبحر في زرقة أزلية، يغمرني انتعاش الشواطئ الذهبية وأمان الخلجان الضحلة في جزائر شفتيك الشهية، فأكسر بوصلتي عامدا وأتبع السجية. أمام عينيك أبحر في زرقة تناديني لخوض غمار تلوح في البحرين، أحار كالبحار لا أتبع التيار ولا النجوم تهديني، تائها مسلوب الشراع تمدني عيناك بأسباب الضياع، أنازع موجها العاتي ليغرقني فيلفظني إلى جزر الحنين، هناك حيث أحرقت مراكبي على شطوط من جفوني. الله يعطيك العافية. دائما بتحس الطبيعة أستاذ هيك يعني خلينا نقول تلبق لشعر الغزل وشعر الحب، هي بتعبر أكثر ربما بهيدي الحالة، بتوصف الحب بطريقة كثير مختلفة، جسد المرأة يمكن ببعض. يعني أنا دائما بلوموني على هذه النقطة أنه متطرف فيها. المرأة هي سبب الإبداع دائما، يعني دائما هناك في حياة المبدع امرأة ما يريد أن يصور لها ما يكتب. هلا قد تكون حقيقية وقد تكون متخيلة وقد لا يجدها طوال حياته، ولكن دائما هناك سبب. وإذا كانت مرأة أيضا هناك حافز بيشبه هيك ولكنه افتراضي بخليها تكتب بحالة إبداعية وتظهر ما عندها. فأنا بقول إنه الجمال دائما مرأة، ولذلك تشبيه الطبيعة بالمرأة هو ديدا كل كاتب أو كل شاعر أو حدا عم بيصور صورة حلوة لينقلها للآخر. هي الطبيعة بتلبق للحب، تلبق للغزل، أكيد تلبق أكيد. هي من مكملات يعني. هلا نحن عم نحكي عن إيجابيات الطبيعة، هلا بعين الشاعر والأديب دائما ما فينا نقول كل شيء بالمجمل إيجابي، في سلبيات للطبيعة وكيف بيتناول الشاعر؟ هلا نحن عم نشوف مثلا انه الطبيعه احيانا بتغضب، الطبيعه احيانا بتفرجينا قوتها، بس نوع من التنبيه لحتى انصونا. هلا مثلا فينا نقول انه هالغابات اللي عنا عم يتم الاعتداء عليها من اجل تفحيم هالاغصان وتكسيرها لتتحول ل محرقة بالأرجيلة ولا غيرها ولا غيرها. هذه جريمة حقيقية يعني عم نقوم فيها بحق غاباتنا بحق طبيعتنا. الطبيعة شيء كتير كبير إذا قدرنا نصونها وإذا قدرنا نتماهى معها وإذا قدرنا نستغلها بالطريقة الأمثل، ولكن أكيد هي إلى طرق كتير قوية لتنتقم إذا نحن فعلا ما كنا جديرين بالحفاظ عليها، جديرين بهذا الطبيعة الحلوة اللي الله عطانا إياها. حتى بجوز من السلبيات أيضا أستاذ أنه ممكن تكرارها كحالة عند الشعراء والأدباء يخليها تختلف بطريقة معينة، يعني هيدا التكرار ممكن يعطي صار سلبية للطبيعة، أنه أنا ما فيني أخذها عفوا أخذها بأي منحة وحطها بأي مكان بدون ما يكون فعلا في دقة أو مثل ما قلت حتى أصالة باستخدام هيدي المفردة. لا شوفي، أحيانا بيضطر الكاتب أو الشاعر أنه يعيد الفكرة أكثر من مرة، ولكن يجب عليه أنه يعيد بطريقة أخرى، زاوية أخرى، يعني يغير الزاوية. صحيح. وإلا إذا بدنا نحصي قديش شبهوا المرأة بالزهرة يمكن عنا أعداد لا نهائية من الكتاب على مستوى العالم كله،
ولكن كل واحد من زاويته وطريقته. حتى نفس الشاعر إذا بيعيد التشبيه مرة ثانية لازم يعيده بطريقة أخرى تمتع أو تسبب هالصدمة للمتلقي. وهون بيكون مسؤولية كتير كبيرة على الأديب وعلى الشاعر. يعني دائما نحن بنوجه مثلا أو بنعول على كتير من الشعراء والأدباء أنه يكون بيوصلوا الفكرة أكثر من المواطن أو أكثر من الإنسان العادي اللي ما عنده انخراط بهذه المواضيع. كلمة أخيرة أستاذ عادل بتحب توجهها عبر منبرنا هاركم سوري. أول شيء يعطيكم العافية، وبلدنا إن شاء الله بلد الخير، بلد الجمال. هالتضحيات اللي صارت كلها ما راحت سدى، وإن شاء الله يعني بلشنا نشوف بوادر هذا الانتصار الكبير اللي بده يصير، والأيام الصعبة اللي مرت علينا إن شاء الله بتنتهي قريبا إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لوجودك معنا، يعطيك العافية وبالتوفيق دائما يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل شريفي الأديب والروائي، نورتنا.